بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الإخوة، إن الله عز وجل خلق هذه الخليقة لغاية عظيمة، وهي تحقيق عبادة الله تبارك وتعالى في الأرض. وشرع الله عز وجل لهذه الأمة هذه الشريعة التي بها تحقق عبادة الله تبارك وتعالى، وهذه الشريعة شريعة كاملة مكملة شرعها الله عز وجل، مشتملة على الاعتقاد وعلى العبادة والأخلاق وعلى المعاملة وسائر الأحوال التي يتعامل بها المسلم مع إخوانه. والعقيدة الصحيحة مثمرة للعمل الصحيح، فمتى ما صحت العقيدة صح العمل وزكى العمل وبارك الله عز وجل فيه. وهذه العقيدة وهي العقيدة التي ترك عليها النبي صلى الله عليه وسلم أمته هي العقيدة المثمرة لهذه العبادة المشروعة، وهناك ارتباط وثيق بين العقيدة الصحيحة والعبادة السليمة الصحيحة. والحديث يطول عن هذا الجانب، ولكن نأخذ نماذج وأمثلة وشواهد لهذا الارتباط بين العقيدة والأعمال ومدى أثر ذلك على استقامة العبد. وأولى هذه الأمثلة أثر التوحيد في استقامة العبد على طاعة الله، وهذا الأثر العظيم الذي يتركه التوحيد في عبادة المسلم ويؤثر فيها هو أقوى المؤثرات للعقيدة. هذا التوحيد هو الذي جعل المؤمن يراقب الله في خلوته في غرفة مظلمة لا يطلع عليه بشر، وإنما يراقب الله عز وجل معتقدا أن ربه يرى مكانه ويسمع كلامه ويجازيه بالإحسان إحسانا وبالسيئة عقوبة إلا أن يعفو الله. وهذا يتحقق في جوانب كثيرة من حياة المسلم، مما يتعلق بأنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية
وهو توحيد الله بأفعاله، واعتقاد أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت النافع الضار المتفرد بإجابة الدعاء عند الاضطرار. إيمان المؤمن بتوحيد الربوبية مؤثر في سلوكه وفي عبادته، ومن ذلكم توكل العبد على الله. توكل العبد على الله، من أين جاء هذا التوكل؟ وما هو المحرك له في قلب المؤمن؟ إيمانه بتوحيد الربوبية، بأن له ربا خالقا رازقا معينا وناصرا، هو القادر وحده على نصرته، ولا معين له سوى الله عز وجل. وهذا ما نقرأه في سورة الفاتحة في كل ركعة من صلاتنا الجهرية والسرية الواجبة والنافلة: إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد مقام العبودية، وإياك نستعين مقام الربوبية. فلاحظوا أثر الإيمان بالربوبية على هذه الثمرة، وهي الاستعانة بالله عز وجل. هذا المفهوم يقرره النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته العظيمة لابن عباس، يقول: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء ما نفعوك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا ما كتبه الله لك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. وصية عظيمة يوصي بها النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس ابن عمه، وهو الغلام الصغير الذي مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام حدث، فيقرر هذه المفاهيم حتى ينشأ هذا الغلام على التوكل وعلى الاستعانة. احفظ الله يحفظك، إذا حفظت الله في طاعته وفي عبادته حفظك الله. الآن الناس، وهذا جاءنا من الكفار، يعتنون بشركات التأمين، تأمين على التجارة، وتأمين على السيارة، وتأمين على الأرواح، وتأمين على البيت، ولديهم تعلق بشركات التأمين، فإذا أمن على كل شيء ودفع الأموال الطائلة في كل سنة يرى أنه في مأمن من أن تذهب أمواله أو بيته أو سيارته، وما تنبهوا أن الله على كل شيء قدير، قادر أن يذهب بهذه النعمة في لحظة. وتتنكر له شركات التأمين، وكثيرا ما تتخلص من سداد الحقوق بدعوى سوء الاستخدام، فيخرج صفر اليدين. أين التأمين؟ لا أمان للعبد إلا بطاعة الله. ولهذا ذكر العلماء أن التأمين التجاري أصلا محرم، لأن الرجل يدفع شيئا
ولربما ضاع ماله ولم يأخذ في مقابله، ولربما دفع القليل وأخذ الكثير. وأفتى كثير من العلماء أن التعميل التجاري يدخل في بيع الغرر، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، والغرر هو الجهالة في السلعة أو في الثمن، وهذا متحقق في التأمين. نحن المسلمون لدينا تأمين أعظم، تأمين ممن هو على كل شيء قدير، ممن يدفع المصيبة قبل وجودها، لا أن يعوضك الثمن بعد وجود المصيبة، ممن هو قائم على كل نفس، شهيد على كل نفس. قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. هذا الأمان ثمنه حفظ العبد لربه، احفظ الله يحفظك. كيف يحفظ العبد ربه؟ الله على كل شيء قدير، وهو الغني الحميد، يحفظه بطاعته، يحفظ اللسان عن الكلام المحرم، عن السباب والشتائم، يحفظ العين أن ينظر بها في معصية الله، يحفظ القلب أن يشغله بغير طاعة الله، يحفظ القدم أن يمشي بها في غير ما خلقه الله له، يحفظ اليد أن تمتد إلى ما حرم الله عليه، يحفظ الفرج أن يجعله في محرم، وهكذا يحفظ كل جارح من جوارحه. الثواب يحفظك، يحفظك في لسانك وفي بصرك وفي سمعك وفي سائر قواك. كل هذا الإيمان الذي يحصل للمسلم بهذا الأمر يثمر طاعة الله عز وجل والتوكل عليه والاستكانة لله عز وجل. احفظ الله يحفظك. إذا سألت فاسأل الله، لا تسأل المخلوقين، أنزل حاجتك برب العالمين. يقول الله عز وجل ينزل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا في كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فينادي عباده ثلاث نداءات: من يدعوني فأستجب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. من هذا المنادي؟ ملك من ملوك الدنيا، تاجر من تجار البشر، وزير، أمير، رب العالمين، ينزل في كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر. كلامه حق ووعده حق. إذا وعد أجاب، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أين هذه الأمة من هذه النداءات؟ من المسلمين من يعتقد أن الله لا ينزل، وأنه لا يتكلم، وأن كلامه مجازي، وأن نزوله مجازي، وأنه لا يغفر ولا يرحم، والعياذ بالله. ما ثمرت هذه العقيدة على هذا المعطل لصفات الله؟ لا يمكن أن يستجيب. لكن المؤمن الموحد الذي يؤمن بحديث النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه: يا رب يا رب، وهو يعلم أن له ربا عظيما ينزل نزولا يليق بجلاله. لا نشبه هذا النزول بنزول المخلوقين،
نزول يليق بمقام رب العالمين، لا يشتبه الأمر على المسلمين فيقول قائلهم إذا أثبتنا النزول يستلزم التشبيه. طيب وإذا أثبتنا الرحمة؟ قالوا تستلزم التشبيه. وإذا أثبتنا القدرة؟ قالوا يستلزم التشبيه. إذا نعطله عن الرحمة والقدرة والسمع والبصر، فكيف يكون ربا عظيما وهو لا يقدر ولا يغفر ولا يرحم؟ تعالى الله عن ذلك. ونحن الآن نرجمهم، نقول هل تثبتون له وجود؟ فإن قالوا له وجود قلنا أليس المخلوق موجود؟ تقولون الله موجود، المخلوق موجود ولا معدوم؟ موجود. فكيف أثبتتم له وجودا لا يشبه وجود المخلوقين؟ قالوا له وجود يليق بعظمته. قلنا اطردوا هذه المسألة في غيرها. له رحمة تليق بعظمته، له نزول يليق بعظمته، له رحمة تليق بعظمته. إذن لا إشكال، ما التزمتموه في الوجود التزموه في سائر الصفات. فإن قال قائله أنا لا أثبت له وجودا حتى لا أشبهه بالموجودات، قلنا له إن لم تثبت له وجودا أثبته معدوما، والمعدوم هو غير الموجود. فإذا نفيت عنه الوجود فقد عطلت وجوده، وتعطيل وجوده أشد عليك من وجود يشبه وجود المخلوقين بحسب زعمك، مع أن وجوده لا يشبه وجود المخلوقين. الأمر الثاني أنك شبهته بالمعدومات، فتشبيهه بالمعدومات أقبح من تشبيهه بالموجودات لو كان وجوده يستلزم التشبيه. فإن قال قائل لا أثبت له وجودا ولا عدما، قلنا شبهته بالممتنعات، وتشبيهه بالممتنعات أقبح من تشبيهه بالمعدومات والموجودات. إذن لا مفر له من أن يثبت لله وجودا يليق بعظمته. نقول قل هذا أيضا في الأسماء، له أسماء تليق بعظمته. ألست تقول يا الله يا رحمن يا رحيم؟ ما هي هذه أسماء الله؟ كلنا نقول أسماء الله، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أسماءه لا تشبه وجود أسماء المخلوقين. هو رب رحيم، غفور، سميع، بصير، وفي المخلوقين من هو سميع بصير، وفي المخلوقين من هو رحيم، وفي المخلوقين من هو كريم. ولكن ليس الكريم كالكريم، وليس الرحيم كالرحيم، وليس وجود الله كوجود المخلوقين. إذن أثبت الصفات، ولينشرح صدرك بهذه الأسماء والصفات إثباتا من غير تشبيه، وتنزيها لله من كل نقص من غير تعطيل. تفوز بإثبات وجود الرب وإثبات توحيد الأسماء والصفات لله تبارك وتعالى. وهذا ما ينقلنا إلى أثر الإيمان بتوحيد الأسماء والصفات، الإيمان بالأسماء والصفات. ما هو أثر الإيمان بالأسماء والصفات؟ أثره عظيم. رب العالمين، لو أخذنا صفة من صفات الله، صفة العلم، أي علم؟ علم رب العالمين عندما خلق الله القلم قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، قال للقلم اكتب، قال ما اكتب يا رب؟ قال اكتب ما هو كائن الى قيام الساعه. فكل ما يجري في الكون من حركاتنا وسكناتنا حتى عندما ترفع يدك هي في علم الله
وفي قدره قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. علم الأشياء قبل وجودها وستقع على ما علم ربنا. نحن الآن هل يوجد أحد من البشر أو من الملائكة أو من الجن يعلم الغيب، يعلم ما سيحصل غدا؟ لا، الله اختص بعلم ما في غد وفي علم المستقبل. فجرى القلم بعلم الله تبارك وتعالى وكتب المقادير، والله عز وجل أمر الملائكة بكتابة أعمال العباد، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. جاء في بعض الآثار يعرض ما في اللوح المحفوظ على ما كتبت الملائكة من واقع أعمالك، فلان تكلم بكذا، فلان قال كذا، فلان جلس في مجلس كذا، فلان جلس في الدرس الفلاني، فلان صام يوما، فلان سرق، فلان زنى، كلها مسطورة. فتعرض هذه الدواوين من واقع أعمال العباد على ما في اللوح المحفوظ الذي كتبه الله قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. فيجد الملائكة مطابقة علم الله عز وجل للواقع الذي حصل من الناس. جاء في بعض الآثار أنهم يجدون هذه الصحف لا تزيد واو ولا ياء حتى الحرف الواحد. أي علم هذا؟ أين المشبه؟ من خطر في قلبه أن هناك بشر يعلم كعلم الله حتى يكون تشبيه؟ من الذي اعتقد في نبي ولا في ملك ولا في ولي صالح ولا في عالم من العلماء أنه يعلم هذا العلم؟ هذا العلم العظيم ولو أخذنا صفة أخرى، صفة القدرة لرب العالمين، الله عز وجل يقول إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال العلماء ما يقول الله كن، هذه الأحرف كن من حرفين حتى يتكون الشيء بأمر الله. يأمر السماوات، يأمر الأراضين، يأمر الإنس، يأمر الجن، خلقه كلام، إحياؤه كلام، إماتته كلام. والناس اليوم يقولون ماذا يقولون؟ يقولون أسهل ما يكون الكلام، يستطيع فلان يقول أفعل وأفعل وأفعل، لكن يقولون أين الأفعال؟ أسهل ما يكون الكلام. رب العالمين يخلق بالكلام، ومن حكمته أنه خلق آدم بيده لكرامة هذا المخلوق على الله، وإلا قادر أن يقول له كن فيكون. وغرس جنة عدن بيده، وكتب التوراة بيده، وأما بقية المخلوقات خلقها بكلمة كن. إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. سبحان الله، رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. من العالمون؟ قال بعض العلماء العالمون 1,000 عالم، الإنس عالم والجن عالم والملائكة عالم، 3 عوالم هذه التي نعرفها الآن، عالم الطيور، عالم الوحوش، عالم الأسماك، 1,000 عالم. من الذي خلقه؟ من الذي أوجده؟ هذه الأسرار العظيمة في خلق الله لما في هذا الإنسان. تقدم الطب، تقدمت الفحوص، تقدمت التقنية، ويأتي الأطباء يقفون موقف العاجز عند بعض الأمراض لا يعرفون سببها. أما هذا المخ، ما استطاع طبيب الآن أن يعالج المخ لو تدفق إليه شيء قليل من الدم في حادث، يقولون نقف موقف العاجز، هذه الكتلة البسيطة. هذا القلب ما يستطيعون أن يعيد إليه النقص. الكلية إذا ذهبت يقومون بغسل الدم في كل 2-3 بأجهزة ضخمة، وفي نهاية الأمر يموت هذا الرجل. رب العالمين كلية، جعل لك كليتين بدل كلية واحدة.
انظر إلى هذه القدرة، هذه المخلوقات العظيمة، الملائكة والإنس والجن كلها مسخرة بأمر الله، لا يستطيع مخلوق أن يخرج عن أمر الله طرفة عين، لكن الله أعطى الإنس والجن القدرة على الطاعة والمعصية، قال لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، أعطانا القدرة. وإلا لو شاء الله أن لا يعصي أحد الله طرفة عين ما استطاع أحد أن يعصي، ولو شاء الله أن يختم على القلوب بالكفر ما استطاع أحد أن يسبح تسبيح لله، كلنا في قبضة الله، لكن أعطانا القدرة. والعبرة بهذا الملائكة خلق عظيم أعظم منا خلقا وعددا وكثرة، ومع هذا كلهم مسخرون في طاعة الله، لا يعصون الله ما أمره ويفعلون ما يأمره. من أنتم يا معشر الإنس مع هؤلاء الملائكة؟ مسخرون لا يخرجون عن أمر الله مع عظمة خلقه، فنحن معصيتنا بقدرة الله وطاعتنا بقدرة الله وأمره، ولا نقول معصيتنا بأمر الله، بل هي بمشيئة الله ولم يأمرنا بالمعصية، وعندما نطيع الله عز وجل بإرادته ومشيئته وأمره. هذه القدرة العظيمة قدرة الله عز وجل على هذا العالم. ماذا يقول الله عز وجل؟ يقول يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. سبحان الله، تظنون بعبادتكم أنتم معشر الإنس والجن والعوالم لو كنتم على قلب محمد صلى الله عليه وسلم في الإيمان والتقوى والعبادة ما زاد ذلك في ملك شيئا. يقول يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك بملك شيئا. لو كنتم كقلب إبليس أو على تمرد إبليس ما نقصتم الله عز وجل شيئا. ثم يقول يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني. صفة أخرى الرحمة، رحمة الله الرحيم وكان بالمؤمنين رحيما. هذه الرحمة يبين النبي صلى الله عليه وسلم رحمة الله بعباده بمثل يسمى المثل الأعلى. امرأة كانت في الغزو في الجيش تأخذ أطفال أهل الأسر المأسورين وتضعهم على صدرها وتسقيهم من لبنها. نظر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرأة، قال لأصحابه هل تظنون هذه المرأة تلقي ابنها في النار؟ قالوا لا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام وهي قادرة على ذلك. قال والذي نفسي بيده إن الله لأرحم بعباده من هذه بولدها. يعني هذه الرحمة المرأة ما هي مثل يضرب لرحمة المرأة بابنها، رحمة امرأة بأبناء غيرها، فكيف برحمة هذه المرأة بابنها؟ فكيف بها تلقيه في النار؟ ثم يبشر النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، وما قال رحمة الله كرحمة هذه المرأة، قال والذي نفسي بيده إن الله أرحم بعباده من هذه بولدها. سبحان الله، أي رحمة! كلنا الآن نتكلم عن رحمة الأم، كل واحد منا يتصدق عن أمه ويدعو لها، لماذا؟ ما تدرون أمي، كل واحد منا يقول ما تعرفون أمي ماذا فعلت، لا تعرفون ماذا فعلت هذه الأم بي، ما تعرفون هذه الأم كيف كانت تطعمني، تحرم نفسها لتطعمني، تكبدت في تربيتي المشاق،
هذه رحمة امرأة، أين رحمة رب العالمين بك؟ عندما كنت جنينا، عندما كنت لطفة، عندما كنت في بطن هذه الأمة يكلأك الله برعايته، ثم تلد صارخا لا تعرف شيئا، لا تعرف طعاما من شراب، لا تدرك شيئا، يلهمك الله أن ترتقن الثدي وترضع هذا اللبن ويدر لك الضرع ويجعل في قلب هذه الأم رحمة لتنشأ في رحمة أبويه. من الذي غرس الرحمة في قلب الأبوين؟ قد يكون الرجل من أشد الناس على الخلق، وإذا به يرحم أبناءه حتى تبقى هذه الحياة تستمر. الله عز وجل أرحم بك من الأم. ومن أنت؟ فلان ابن فلان من الإنس. من الإنس في خلق الله؟ يرحمك الله وهو غني حميد. ما وزنك في خلق الله؟ الأم ترحمك تقول ينفعني، وتربيك تقول ينفعني، والأب كذلك. لكن رب العالمين رحمته بك لأي سبب؟ لأي سبب؟ محض تفضل وإنعام وجود وكرم من رب العالمين. هذه رحمته بك، وهذا إحسانه لك، ألا يقابل هذا الإحسان بالشكر؟ ألا تقابل هذه الرحمة بالبر والإحسان؟ وعبادة الله عز وجل وتأدية هذه الحقوق. يقول الناس مؤمنهم وكافرهم، جبلت النفوس على حب من أحسن إليها، جبلت النفوس على حب من أحسن إليها. من الذي أحسن إليك أعظم من إحسان خالقك؟ لا يوجد مخلوق يقول الإنسان أحسن لي كإحسان رب العالمين. فإحسان الله لكل واحد منا يفوق إحسان الأم والأب وسائر الخلق. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ما من مخلوق إلا ويعمل لصالح نفسه. الوالد والوالدة يربيان يقولون ينفعنا الولد في الكبر ويدعون لنا بعد الموت، يريدون النفع. الأنبياء والرسل يدعون لينالوا رحمة الله ودخول الجنة. كل يعمل لصالح نفسه إلا رب العالمين ينعم عليكم أن تفضل وكرم وجود. هنا مشهدان: مشهد الكمال ومشهد الإحسان. مشهد الكمال هو الذي ذكرناه. الآن رجل لا تعرفه ولا يعرفك، تحبه في الله وتعظمه وتوقره، لماذا؟ لأنه عالم فقط، ما عرفت منه إلا صفة العلم، تحبه محبة عظيمة. رجل آخر أحببته لأن فيه رحمة، آخر أحببته لأنه قوي شجاع له قدرة، فكيف إذا اجتمعت هذه الصفات في أعظم مشاهد الكمال في رب العالمين؟ أين هذا التعظيم وهذه المحبة وأين هذا الكمال؟ يجتمع في مخلوق؟ لا يوجد. نحن الآن عندما نعرض هدي النبي صلى الله عليه وسلم وما عليه هذا النبي الكريم من حسن الخلق والكرم والشجاعة والصفات التي شرفه الله بها، نتعجب، بشر من البشر يتصف بهذه الصفات. ولذا يقول حسان رضي الله عنه: وأجمل منك لم تر قط عينك، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كأن الله قال له: ما الذي تريد؟ قال: أريد كذا من الكمالات، فخلقه الله على هذا الأمر. أي كمال هذا؟ كمال البشر. أين كمال رب العالمين من كمال هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام؟ ومن هنا نفرق بين حق الله وحق النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل قال: ما شاء الله وشئت. قال: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده، ما شاء الله وحده.
فلا يجوز أن يقارن كمال المخلوق بكمال رب العالمين. إذن هذا مشهد الكمال، مشهد الإحسان، لا يوجد أحد أحسن إليك أعظم من خالقك، فاجتمع موجبان للمحبة. مشهد الكمال الذي عليه ربنا، ومشهد الإحسان الذي لا يوجد مخلوق يستطيع أن يقول أحد أحسن إلي كما أحسن لي ربي، بل ما من حسنة وما من نعمة أنت فيها إنما الخلق أسباب لها، والذي قدرها الله. من الذي رزقك الوظيفة؟ فلان تسبب. من الذي قدرها لك؟ ربك. من الذي أعطاك العقل؟ ربك. من الذي علمك؟ ربك. من الذي رزقك؟ ربك. من الذي هداك؟ ربك. هل أحد يستطيع يقول هداني فلان وفلان؟ الله عز وجل يقول لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. خذوا عبرة، هذا إبراهيم الخليل ما استطاع أن يهدي أباه، وهذا محمد صلى الله عليه وسلم الخليل ما استطاع أن يهدي عمه. عبرة، الخليلان محمد وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام، ليس أحد من الخلق أكرم على الله من الخليلين. يريد الله العبرة. والد إبراهيم مات كافرا، وعم النبي صلى الله عليه وسلم مات كافرا، حتى تعلموا أن الهداية بيد الله، ما ملكها الخليلان لأقرب الناس إليه. فلا تقل هذا العالم كيف لم يهتدي ابنه، هذا الرجل الصالح كيف لم تصلح زوجته، هذا الفقير كيف لم يصلح أهله. هداية بيد الله. من الذي أتى بكم لهذا المسجد؟ ومن الذي رزقكم الركوع والسجود لعظمته؟ هل أحد خلق الهداية في قلبك؟ رب العالمين. إذا كان بالذكاء والله فيه من هو أذكى منا، صنعوا الطائرة والصاروخ والأجهزة ونحن لا نساوي شيئا بالنسبة لذكائه ولا لعقوله، ومع هذا هدانا الله وأضله. من هؤلاء الصناع من يعبد البقر، منهم من يعبد الشجر، منهم من يعبد النار، منهم من يعبد الفروس. أليس لنا عبرة؟ من الذي هدى؟ ومن الذي رزق المؤمنين الهداية؟ رب العالمين أنقذك من الشرك وأخرجك من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد. البشر يسجدون للأصنام، وأنت خلصك من هذا الشرك وجعلك عبدا مطيعا له. ألا يستحق هذا المنعم أن تشكره على هذه النعمة؟ يقول موسى عليه السلام: يا ربي إن عبدتك فمنك، وإن ذكرتك فمنك، وإن بلغت رسالتك فمنك، فمتى أبلغ شكري؟ فمتى أبلغ شكرك؟ قال: الآن بلغت شكري. قال العلماء: الشكر هو أن تدرك عجزك عن الشكر. يعني متى تشكر الله؟ إذا قلت الحمد لله والشكر، من الذي أنعم عليك أن تقول هذه الكلمة؟ الله. تريد أن تكافئه تقول: الحمد لله لك يا رب أن هديتني لأن أقول الحمد لله. من الذي هداك للثانية؟ إذا قلت أشكره بركعتين، من الذي هداك للركعتين؟ ومن الذي أقام صلبك في الصلاة؟ ومن الذي جعلك ساجدا بين يديه؟ الله. إلى أن تموت ولا يمكن أن تؤدي شكر نعمة الله عز وجل عليك، لا يمكن أن نبلغ شكر الله عز وجل. هذه الحقائق أيها الإخوة مؤثرة في السلوك، مؤثرة في تواضع العبد، مؤثرة في خضوعه وذله بين يدي ربه، مؤثرة في استكانته بين يدي الله، مؤثرة في استقامته على طاعة الله. إذا هممت بظلم مسكين فاعلم أن الله أقدر عليك من قدرتك على هذا الضعيف. إذا أردت أن تبطش بضعيف البدن وأنت قوي، فالله أقدر
عليك من قدرتك عليه. إذا هممت بمعصية تتوارى عن أنظار الخلق فاعلم أن الله مطلع عليك ولو كنت في الأرض السابعة، لا تخفى عليه خافية. هذه الحجر الظلام والجبال والجدران والستور حجر عن أبصارنا، ورب العالمين لا تخفى عليه خافية، يعلم ما في قاع الأرض وهو فوق عرشه. كم ما بين العرش وما بين الأرض، ما بين السماء الدنيا والأرض مسيرة 500 سنة، وما بين كل سماء وسماء 500 سنة، وبعد السماء السابعة ماء بمقدار 500 سنة، وفوق الماء العرش وسمكه 500 سنة، ورب العالمين فوق العرش. يصلي المصلي بجانبك يقول سبحان ربي العظيم، لا تسمع كلامه، والله من فوق عرشه يسمع كلامه. أي صفة هذه؟ أين المشبه الذين يقولون سميع يدل على التشبيه سمع الله بسمع المخلوقين؟ تقول عائشة رضي الله عنها سبحان من عظم سمعه. كانت المجادلة تجادل النبي صلى الله عليه وسلم في بعض شأنها في ناحية من الحجرة، ويخفى علي بعض كلامها، وأنزل الله فيها قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. سبحان الله، من الذي رحم هذه المرأة؟ ومن الذي سمع كلامها؟ رب العالمين. هذه العقيدة هي المؤثرة في العباد، هي التي جعلت المؤمن يستيقظ من فراشه في شدة البرد، يسير في خطى في ظلام دامس ليقف بين يدي الله في هذا المسجد، يراقب الله، يعلم أن هذا ليس عمل دنيوي يراقب الموظفين والشرط وغيره، يراقب رب العالمين السميع البصير، يراقب الله في سره وعلانيته. اتق الله حيثما كنت، كنت في أوروبا أو في أمريكا أو في السعودية أو في الكويت، ربك مطلع عليك في كل مكان. اتق الله حيثما كنت، الله ربنا في كل أرض وفي كل مكان. فهذه العقيدة في باب الأسماء والصفات أثمرت الإيمان، أثمرت المراقبة، أثمرت خوف الله، أثمرت محبة الله. ولما امتلأت القلوب بمحبة رب العالمين انقادت، انقادت لطاعة الله. ولهذا فإن العلماء يقررون أنه على قدر المحبة يكون الامتثال. كذب والله من يدعي أنه يحب الله المحبة الواجبة ولا يتحرك قلبه ولا تتحرك جوارحه بطاعة الله عز وجل، أين هذه المحبة؟ تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعملي في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. هذا شيء معروف، تقول أنا أحبك، أقول أعطني ما، تقول لم أعطيك ما، أين المحبة وأنت لا تسقيني شربة ما؟ رب العالمين لا يريد منكم رزق، ولا يريد إطعام، ولا يريد أن تعطوه شيء، هو الغني الحميد، ولكنه خاطبكم بهذه العبادة ورتب عليها سعادتكم في الدنيا والآخرة. إذا حفظتم الله في دينكم حفظكم الله في أرزاقكم وفي أموالكم وفي أبنائكم وفي نسائكم وفي سائر أحوالكم. هذا أثر العقيدة الصحيحة في استقامة العبد. جانب آخر من جوانب الاستقامة وهو من آثار الإيمان بالقدر. نحن نعتقد أن الله عز وجل قدر المقادير، وأن الله قدر مقادير الخلائق، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، يهدي من يشاء رحمة ويضل من يشاء عدلا. ونحن مع الإيمان بالقدر نؤمن بقول النبي صلى الله عليه وسلم قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ويقول الله عز وجل فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، يعني انظر إلى ثمرة الزيغ،
الآن كثير من المسلمين يظن أن المعصية معصية، يعصي الله اليوم وبعد 20 سنة يتوب، والأمر سهل ولا أثر لهذه المعصية في استقامته، ولا يدري أنه إذا عصى الله ابتعد إلى أن يأتي عليه وقت لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، زاغوا في جوارحهم وهم يملكونها، فأزاغ الله منهم ما لا يملكون رجوعه وهو القلب. تتعجب من بعض المسلمين يعيش 60 سنة وهو لم يركع ركعة في مسجد وهو مبتسم ومنشرح الصدر، وإذا سألت قال الحمد لله نحن في نعم وفي سرور، كيف لا يبكي هذا الرجل؟ كيف لا يحزن؟ بينما رجل 60 سنة ما تأخر عن صلاة في المسجد، مرة فاتته تكبيرة الإحرام بكى، لماذا؟ قال فاتتني تكبيرة الإحرام. سبحان الله، هذا قلب بشر وهذا قلب بشر. ما الذي جعل هذا الرجل في هذه الهداية وذاك في تلك الرواية؟ كنت مرة مع شيخ كبير من الأقارب وكنا في عزاء، فأذن المؤذن ونحن في العزاء، فقال أعوذ بالله من الغفلة، أذن ونحن هنا؟ قلت له يا عم المسجد قريب الآن، أنا وسألك السؤال. قال أعوذ بالله من الغفلة، ما أذن مؤذن وأنا خارج المسجد، وأخذ يمشي وهو رجل كبير ويستعيد من الشيطان ومن الغفلة حتى أدخلته باب المسجد. أين نحن الآن من هذه؟ نحن ندعي العلم وطلاب العلم يقول الحمد لله ما دمت أدركت تكبيرة الإحرام الحمد لله على خير، وبعضنا يقول ما دمت أدركت التشهد ما الذي فاتك؟ هذه هي الفرق، أن هذه القلوب استقامت على عبادة الله فاستشعرت تقصيرها، وقلوب زاغت عن طاعة الله فأصبحت منشرحة بالمعاصي، ولربما مر على الرجل دهر وهو لا يصلي ولا يحزن ولا يجد في قلبه ألما. هذا الذي يخيف، أن يأتي على الإنسان وقت وهو لا يدري أين هو، ولا يدري هل هو مؤمن أو كافر أو مسلم، يختم على القلب كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هذا كلام بشر؟ كلام عالم؟ كلام رب العالمين؟ ما معنى الران؟ يختم على القلوب وتسود حتى لا تبصر معروفا ولا تنكر منكرا. هذا أثر المعاصي. لا تظن أن المعصية ستبقى معصية بعد 20 سنة تتوب منها، تصلي وتصوم وتعبد الله ويهديك الله وأنت تبارز بالمعاصي. أحد السلف كان يقوم الليل 6 أشهر ما استطاع يقوم الليل، في كل يوم يأتي له العالم، فعرف أن هذا من ذنوبه، قال حرمت قيام الليل ب6 أشهر، حرمت قيام الليل 6 أشهر بذنب أصبته، ذنب أصبته فحرمني الله قيام الليل 6 أشهر. بعضنا الآن لربما إلى الآن بلغ 40 وهو لم يقوم الليل، لا يسأل لماذا الناس يقومون الليل وأنا لا أقوم الليل، لماذا الناس يصومون الاثنين والخميس وأنا ما أصوم، لماذا بعض الناس حفظ القرآن وأنا ما حفظ، لماذا فلان رزق الله العلم وأنا جاهل لا أعرف أحسن أصلي، ما يدري كذا ماشيين في الحياة. لا بد من مراجعة النفس، إذا قدمت شيئا فتقرب الله عز وجل لك أعظم، والقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. لا تظن أن الذنوب ستبقى ذنوبا، بل هو ذنب اليوم وغدا شبهة في القلب، وبعده قد يكون كفرا، إلى أن يأتي على الرجل وقت يرتد عن دينه بالكلية والعياذ بالله ويلحق بالمشركين. ونسمع الآن بعض المسلمين ذهب وأراد الإقامة المؤقتة في بلاد الكفر، ما يريد الإقامة الدائمة، ثم ربس على الشيطان قال لو جعلتها سنتين 3 4 بعد ذلك قرر البقاء في بلاد الكفر والعياذ بالله. هل يوجد الآن مسلم في الصلاة يحدث نفسه أن يرضى لنفسه بالإقامة في أمريكا وبريطانيا من المسجد؟ لا والله، لكن هذه خطوات الشيطان، اذهب منها، مدد شهرا، مدد سنة، مدد سنتين، ولا يزال الشيطان يستهويه حتى يقول له ستبقى على دينك، بعد ذلك يبدأ
يتهاون في الصلاة في العبادة إلى أن يسلخهم من الدين بالكلية. كما أننا الآن نحرص على أموالنا وعلى أرصدتنا في البنوك وعلى تجارتنا، لماذا لا نحرص على هذه التجارة مع رب العالمين؟ هذا الإيمان الذي تتعب فيه الليل والنهار، كيف لا تحفظ هذا الإيمان وتتجنب أسباب الخلل وأسباب إحباط الذنوب، إحباط الأعمال الصالحة؟ يقول الله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. خطاب لمن؟ أوحي إليه وإلى الذين من قبلك من الرسل والأنبياء. والشرك ما هو؟ الشرك عمل سنة، الشرك كلمة واحدة يقولها الرجل فيخرج بها من الدين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعطي الكلمة في المجلس لا يعطي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. أي كلمة هذه؟ هذه مثل اللي تقال في المجالس في كل يوم وليلة: استهزاء بالدين، استهزاء بالقرآن، استهزاء بالصحابة، استهزاء بصفات الله وبأسمائه. والخطير أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يلقي لها بالا. إذا سألت قال: أنا أمزح. يمزح ما يدري ماذا فعل، وما يدري ما بلغت هذه الكلمة عند الله. كل هذا من تلبيس الشيطان. ولو أن هذا العبد حفظ الله في دينه لحفظ الله عليه لسانه. كيف الآن بعض المسلمين لو خيرته بين أن يسمع 5 دقائق موسيقى أو أن تجلده 100 جلدة، والله يختار أن يجلد 100 جلدة ولا يسمع 5 دقائق موسيقى؟ لماذا؟ وهو بشر. وآخر لا ينام ولا يستيقظ إلا على الموسيقى. هذه هي القلوب. هذا أطاع الله فأنار الله بصيرته. يقول الله عز وجل: ما تقرب إلي عبدي بمثل آدم ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن. يكره الموت وأكره مسعاه. رب الرحيم. يقول الله عز وجل: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، من تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. سبحان الله. يعني من أنت تتقرب بشبر يتقرب إليك رب العالمين ذراعا؟ اليوم بعض الناس يجري وراء المخلوقين، تتقرب منهم ويفرون منك. ورب العالمين ينادينا في كل ليلة: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا ونفر. من خالقنا، من المحسن إلينا، من الودود، من البر الرحيم الذي يريد نجاتنا، يفرح بتوبتنا. أعظم من فرح ذلك الرجل جاء في الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الرجل الذي فقد راحلته في صحراء عليها طعامه وشرابه فيئس منها، فلما بحث عنها ويئس منها استظل في ظل شجرة ينتظر الموت. خلاص يئس. فلما استيقظ من نومه وإذا بها عند رأسه، فأخذ خطامها وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لله أفرح بتوبة عبده من هذا براحلته. سبحان الله. أي فرح هذا؟ من أنت حتى يفرح الله بتوبتك؟ يعني تبت أو مت على الكفر، من أنت؟ لكن هذا الإحسان، الله يفرح بتوبتك، أمك تفرح بالتوبة، الوالد يفرح، الشيخ يفرح، ورب العالمين فرحه أعظم من فرح هؤلاء جميعا. فهذه المشاهد أيها الإخوة، وهذه الوقفات العظيمة مع
مسائل الاعتقاد، اعتقاد المسلم في ربه تبارك وتعالى، اعتقاده في ربوبيته، اعتقاده في أسمائه وصفاته، اعتقاده في ألوهيته، اعتقاده في الإيمان بالقدر، الإيمان بالملائكة، الإيمان باليوم الآخر، كلها لها آثارها في العبادة والسلوك. الناس اليوم ينطلقون في هذه الحياة في معاملاتهم وهم يرقبون الموت ويرقبون اليوم الآخر ويرقبون الحساب، ولهذا تجد هذا المجتمع المسلم على قدر استقامته على عقيدته تذهب من هذا المجتمع المعاصي. لماذا؟ لأن المسلم لا يمكن أن يتعرض لأذية مسلم آخر، بل حتى ظلم غير المسلمين، لأنه يعلم أن عاقبة الظلم ضرره على نفسه أعظم من ضرره على المظلوم. لماذا؟ لأنه يأخذ حق غيره في الدنيا، ويوم القيامة يمكن هذا المظلوم من الظالم حتى يستوفي حقه. يوم القيامة ليس هناك أرصدة ولا أموال ولا عقارات، ما هي إلا الحسنات والسيئات. فمن الذي الآن يجمع الحسنات ثم يأتي يوم القيامة ويقسمها على هؤلاء الذين ظلموا؟ ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الأمة بهذا، يقول: ما تعدون المخلص فيكم؟ من هو المخلص؟ قالوا: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، المفلس فينا من لا دينار له ولا درهم. هذا المفلس. قال: المفلس من أتى بحسنات كأمثال الجبال يوم القيامة، فيأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم وطرح عليه فزج به في نار جهنم والعياذ بالله. هذا مفلس. وهذا الرجل ما هو فاسق، عابد يصوم ويعبد الله، يقوم الليل يقوم النهار، قال: أتى بحسنات كالجبال، لكنه كان متهاونا في المظالم. فالمسلم إذا سمع هذا الحديث هل يتجرأ بعد ذلك على الظلم أحد؟ ما يتجرأ. ينشأ المسلم في هذا المجتمع، مجتمع الصحابة، مجتمع مثالي، الكل يراقب الله. بل إلى وقت قريب نحن كنا في المدينة، ولعل الكبار في السن الذين زاروا المدينة في تلك الفترة يدركون، كانت الأسواق بجانب المسجد النبوي إذا أذن المؤذن تجعل عليها قطعة قماش ويذهب صاحب المتجر ويصلي ويرجع، وبعضها والله محلات ذهب، ويرجع ما فقد شيء. قبل يمكن 30 سنة، الآن أصبح كل محل تجاري فيه 5 أطفال وجهاز مراقبة وجندي في الطريق، وتسرق المحلات التجارية. يعني ما الفرق؟ ذاك المجتمع فيه فقراء، لكن كانوا يراقبون الله، وتلاشت السرقة وانعدمت، حتى أمن التجار، أمن التجار على أمواله. ما الذي جعل يعني الناس لا تمتد أيديهم للحرام؟ كلهم أغنياء؟ بالعكس، كان الفقر أشد والآن الغنى أكثر، لكن أولئك كانت عندهم مراقبة، وهؤلاء ضعفت المراقبة فيهم. يأتي من يحج ليسرق أموال الناس، اكتشف ولاة الأمور أن هناك عصابات ما جاءوا للحج، جاءوا ليسرقوا أموال الناس. عصابة، هذا مع مشرف، وهذا يأخذ المال، وهذا صاحب صندوق، وهذا يعطي منه، جاءوا يخططوا لسرق الحجاج. مسكين هذا الحاج جاي من أندونيسيا مع 20,000، 20,000 هذه جمعها في 50 سنة، يأتي مجرم يأخذها في لحظة، ما هو أثر هذا على المسلم؟ يكاد يموت. رأيت رجل من بنغلاديش والله يكاد يموت، قال: سرق مني مبلغ. كم؟ قال: 10,000. قال له بعض الناس: 10,000 بسيطة. قال: 10,000 راتبي سنتين. 10,000 عندنا بسيطة، لكن عند هذا المسكين سنتين وهو يتعب فيها. ويأتي
رجل لا يخاف الله يستحل هذا المال في المدينة ولا يتحرك قلبه بأن هذا ظلم وأن سيحاسب. يعني أي قلب بلغ هذه المرحلة يعني في الجرأة على أموال الناس؟ يا أخي لو تموت، لو تأكل أوراق الشجر ولا تمتد هذه اليد على أموال المسلمين. الآن تأخذ مخططات كاملة، أراضي تبتز أموال الناس، تنتهك حومات المسلمين. ألا يخشى هذا الذي يفجر ببنات المسلمين أن يفجر بابنته بعد موته بل في حياته؟ ضعف المراقبة. ولهذا نقول كل هذا من ضعف العقيدة، لا تقول ضعف العلم، العلم موجود، ضعف الاعتقاد، ضعف المراقبة. ما يوجد أحد الآن يريد أن يضر بنفسه، ما في أحد الآن يريد لابنته أن تكون زانية، لكن ما علم هؤلاء الذين يفجرون ببنات المسلمين أن الله سيسلط عليهم من يفجر بنسائهم. وكانوا يذهبون إلى بعض البلدان يفجرون ببنات المسلمين، فجاء الخدم من ذلك المجتمع يفجرون بنسائهم في مجتمعات معروفة في الخليج وفي غير الخليج. الجزاء من جنس العمل، تأتي برجل تدخله بيتك ليفجر بنسائك، كيف سلطه الله عليك؟ لتسلطكم على بنات المسلمين، يبتزون فقرهم وحاجتهم ويعطونهم الأموال ويبتزون منهم الأعراض، فسلط الله عليهم من يبتزهم في غنى ويقومون على هذا الخدم الذي أتوا به من يد بيوتهم. إذا رقبت الله في بنات المسلمين حفظك الله، كما قلنا إذا حفظت بنات المسلمين حفظ الله بناتك، حفظت نساءهم حفظ الله نساءك، حفظت أموالهم حفظ الله أموالك. جزاء من جنس العمل، والعلم موجود والكتب موجودة والفتاوى موجودة والإذاعات تبث الفتاوى في الليل والنهار. ليس في المسلمين اليوم جهل، ولكن لديهم ضعف اعتقاد، ضعف مراقبة. إذا كان بعضهم يعتقد أن ربه لا يسمع ولا يبصر، وأن ربه لا ينزل، وأن الذنب ذنب متى ما شاء يتوب، يقول بعد 60 سنة أنا سأفعل كل شيء، بعد 60 سنة سأتوب وأدخل الجنة، أين هذا الفهم؟ هل يضمن على الله أن يعيش 20 سنة أو طرفة عين حتى يبلغ 60 ويتوب؟ وإذا بلغ 60 هل يضمن أن يبقى على الإسلام؟ ألا يخشى أن يختم الله على قلبه ويبلغ ذلك العمر وهو يعتقد أنه لا خالق ولا سبع ولا يوم القيامة ولا حساب ولا جنة ولا نار؟ الإنسان لا يدري. عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد المشهور قال لابنه عبد الملك، وابن عبد الملك هذا توفي عمره 18 سنة، قيل توفي وهو في علم أبيه، فقال عمر بن عبد العزيز: يا بني إذا أقيمت صلاة الظهر وصلينا صلاة الظهر فنادي في الناس من كانت له نظرة فليأتي للخليفة. فقال له: يا أبتي، أتضمن على الله أن تبقى لصلاة الظهر؟ قال: نعم. قال: أتضمن على الله إن بقيت أن لا تتغير نيتك؟ قال: لا. قال: فالآن يا أبتي، الآن لماذا نؤخر إلى صلاة الظهر؟ لو قيلت الآن من الذي يتنبه لهذه المسألة؟ هذا عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز توفي عمره 18 سنة، والآن ابناءنا في هذا السن يقال عليهم في سن المراهقة إذا عرف يتوضأ جزاه الله خير، ربوا أبنائهم على العلم. عمر بن عبد العزيز هذا الرجل الخليفة قيل له: اترك لأبنائك شيئا. قال: والله لا أترك لهم شيئا، إنما أترك لهم الصلاة، فإن استقاموا على طاعة الله حفظهم. فمات عمر بن عبد العزيز ورث أبنائه الصلاة. يقول أحد المؤرخين: فرأيت 10 من أبناء عمر بن عبد العزيز يحملون على الخيل في سبيل الله. هؤلاء ورثوا أبنائهم الصلاة، ما ورثوها الأموال. نحن نعرف كثير من التجار عندنا لهم أموال طائلة بلايين، والله أبنائهم الآن في السجون يقتتلون ويقتل بعضهم بعضا. ما الذي أغنت عنهم هذه الأموال؟ لا تغني شيئا. وأناس ورثوا أبنائهم الصلاح ماتوا وهم فقراء، وإذا بهم يبنون المساجد ويحفرون الآبار ويطبعون الكتب في الصدقات عن والديهم. ورثوهم الصلاح فأصلحوا،
وهؤلاء ورثوهم الأموال وأهملوا تربيتهم، فأورثوهم أموال يختصمون ويقتتلون عليها. نسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.